أهلا بكم متتبعي قناة سيمو شو. جديد اليوم السادس، والصورة أمامكم أو الحالة اليومية للتنقل بين الرباط وسلا، خصوصا بعد قطع الطريق على مستوى مدار فندق فرح سفير، وذلك لفتح المجال لبناء نفق حسان. للإشارة كنبغي ننوه بالأطر والمستخدمين لشركة الهلاوي، شركة رائدة، شركة مقاولة الهلاوي للبناء والأشغال العمومية، شركة معروفة منذ زمن بعيد بالمصداقية والجودة والأشغال المنجزة في أجالها. دام لكم النجاح والتوفيق. إذا غادي ننتقلوا إلى الجهة الشمالية للمدخل، الناس اللي جايين باب الحد، المدخل أمامكم. وصلت الأشغال إلى مستوى عمق جيد ومفرح رغم الصخور ورغم كل العقبات، وصلوا المستوى 1.7 متر، يعني 7 ديال المتر ديال العمق، ما شاء الله. وغنعاود نقولها اللهم بارك وزيد في ذلك. شركة الهلاوي ما شاء الله عليهم أطر ومستخدمين تقنيين فنيين وعمال، وحتى الناس ديال المراقبة والسيكوريتي الله يعمرها دار، هادشي اللي اكتشفنا منهم. وأمامكم كيف ما كتشوفوا معايا الجدار الأيمن للمدخل، كيصابوا ليه لي بانو ديالو، أو لا كيف ما كيقولوا الحريفية سميلة، كيعمروها بالإسمنت والكياس اللهم بارك وزيد في ذلك، باش غيزيدوا يطلعوا فوق داك الجدار الأصلي، لأنه وصلوا لواحد المستوى الجدار يعني ديال الحماية، باش الإنسان إلا وقف تما ما يطيحش في النفق. إذا أمامكم الأشغال جارية على قدم وساق اللهم بارك وزيد في ذلك. الحمد لله عندنا أطور مغربية في المستوى العالي، والحمد لله ولينا كنشوفوا دابا الأشغال العمومية الكبرى والضخمة، ولاو كيشدوها أطور مغربية من يد عاملة وتقنيين وفنيين ومهندسين، وهذا الشيء كيبشر بالخير، خصوصا لما بحثت على هذه المقاولة أو الشركة ديال الهلاوي ففيها أخبار جيدة، خصوصا أن المسؤول الهلاوي كيجلس مع العمال ديالو ويأكل معهم ويشرب معهم، يعني هذا الشيء مفرح. إذا هذا الجانب الشرقي، يعني المدخل من مدينة سالة، راه بداو كيفرشوا له الأرضية ديالو، كيحطوا له القدرون ديالو ما شاء الله. وأمامكم الجنبات، الحائط الأيمن والأيسر، بدا حتى هو كيصوبوا له القوالب ديالو والحديد ديالو. أمامكم العملاق، وما أدراك ما العملاق؟ الفريسوز هاد الآلة. وأمامكم ديناف إير، هادي ديناف إير مهمتها كتفرتت الأحجار. شوفوا معايا مزيان كيفاش كتعامل مع الصخور، عندها مسمار كيتبيك على الصخرة، وعن طريق الضغط والاهتزاز كتشق الصخرة. هذا تحدي كبير. الفريزوز أمامكم عندها واحد لاشين فيها السنان، وكتعامل مع الصخور بواحد الطريقة ذكية، كتفرتو بحال الزبدة اللهم بارك وزيد في ذلك. وأمامكم صخرة راه شادة من المدخل ديال مدينة سالة، المدخل ديال النفق، الناس اللي جايين من سلا ها هو المدخل أمامكم، صخرة غادا حتى المخرج ديال النفق من الجهة الشمالية، صخرة وحدة، يعني هادشي غادي يكلف الشركة وقت كبير، ولكن التحدي أمام هاد الآلتين اللهم بارك وزيد في ذلك. نخليكم مع هاد المشاهد وآلات أخرى راه دخلوا العين المكان، قروات وبوجيات وهامر، وما أدراك ما الهامر، غيجي الوقت وغنتكلموا عليها إن شاء الله وغنتحدثوا عليها والطريقة ديال البيك ديالها.
لاحظوا معايا إخواني كيفاش الصخور قوية. شوفوا الحجر ما شاء الله، بالرغم من الدعناف إر كتبيكي المسمار وكتضغط بقوة وما كتدي من سخر لا حق لا باطل. شوفوا معايا مزيان، شوفوا شوفوا يا الله كتشق منا الفوتات، ومع ذلك العزيمة والإصرار إن شاء الله والتحدي. راه هاد الناس خدامين وبرافو عليهم، برافو عليهم، برافو عليهم.